السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمثل الطحينة أو الطحينية إحدى أشهر الأغذية المصنوعة أساساً من السمسم والمستهلكة في كثير من بلدان العالم، وذلك نتيجة لمذاقها الفريد وفوائدها الصحية المختلفة، إذ بغناها على مستوى البوتاسيوم فهي تسهم في تنظيم معدلات ضغط الدم، أما بتوفرها على كميات مهمة من الكالسيوم فهي تدعم سلامة العظام. وأخيراً ما يهم السكري، فإن مؤشرها وحملها الجليسيميان المنخفضان يضمانها للأطعمة المفيدة لمرضى الداء. من أجل هذا، فإن كنت تعاني من السكري وترغب في الاستفادة من الطحينة غير المحلاة، فينصح بإضافة ملعقة إلى ملعقتين صغيرتين منها لإحدى وجباتك في اليوم أثناء طهوها. وختاماً لحلقتنا، نرجو أن نكون قد أفدناك عزيزي المشاهد بهذه المعلومات حول الطحينة. وإلى موضوع قادم إن شاء الله، دمت ومن تحب بصحة وعافية.